وزير الدفاع السابق محمد الشيخ محمد أحمد المترشح لرئاسيات يونيو القادم يستهل جولة في مقاطعات الداخل بزيارة لمقاطعة واد الناقة دامت 3 ساعات بحضور عدد محدود من الحراس الشخصيين طغى عليه حضور أنصاره والذين استدعى زحامهم تدخل عناصر الدرك بهراواتهم لإفساح الطريق. مستقبلو المحمد أحمد ومن بينهم منتخبون وموظفون عموميون عبروا من خلال لافتاتهم عن دعمهم ترشحه والتي توزعت بين القرى والمبادرات إضافة إلى أخرى تطالب بإعادة فتح مركز تكوين العلماء المغلق منذ سنة. وقال عمدة واد الناقة في خطاب ألقاه باسم سكان المقاطعة إن الساكنة قررت تبني الترشح بناء على فحوى خطاب الترشح وما تعرفه في المترشح. إننا وتأسيسا على خطاب ترشحكم المشهود الذي نعتبره خريطة طريق نحو موريتانيا آمنة ومستقرة ومزدهرة، وما نعرفه عن شخصكم الكريم من خصال وميزات لنعلن تبنينا ترشحكم. أما أولي الغزواني فقال إن الجولة أتت لاعتباره الاكتفاء بإعلان الترشح من نواكشوط استهزاء بالمواطنين. قرر أعلنه في تقليل من قيمة المواطنين الموريتانيين إلى مازعة قرقاشوهم كلهم في مكانه وسلم عليه وعدل زاد هو ترشح من عنده بطريقة يلا تعود تناسب مقام اللي يلا يعود معطيل أخوتنا وأخواتنا المواطنين والمواطنات في المقاطعات على التراب الوطني كامل. بدأ الشيخ محمد أحمد متفاعلا مع الهتافات التي تلقاها من الجمهور والتي أبدى انزعاجه من بعضها حيث ربطه بالمؤسسة العسكرية. عاشت المؤسسة العسكرية، عاشت العدالة والحرية والديمقراطية. قبل أن تنفض الجموع ويجري المترشح لقاءات ببعض أعيان المقاطعة وشبابها وممثلات عن نسائها. هكذا إذن التأمت فعاليات المحطة الأولى من الجولة الداخلية للمترشح محمد الشيخ محمد أحمد والتي التقى في ختامها أطراء ووجهاء المقاطعة وقدموا أبرز مطالبها. محمد أحمد الخوي، قناة المرابطون، مدينة واد الناقة، ولاية ترارزة.